ولتسليط الضوء على مستجدات الأزمة بين أمريكا وإيران، معنا من لندن المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ محمد المذحجي. مرحبا بك معنا. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك. كما تلاحظ، جدل كبير وتباين في التصريحات حول الاتفاق النووي الإيراني مع استلام بايدن السلطة. برأيكم، هل ثمت ضبابية في التعامل مع هذه القضية، أم أن هذا الأسلوب هو الذي سيكون مستخدما من إدارة بايدن؟ طبعا هو الجواب هو جزء ثاني من سؤال حضرتك. هو أسلوب مستخدم ومعتمد وليس جديد بالمناسبة. إدارة أوباما اعتمدت نفس الأسلوب من خلال التصعيد الإعلامي والتصريحات الدبلوماسية الحادة والسماح لأذرع إيران في المنطقة بالتوسع والضغط على دول المنطقة كالسعودية وغيرها من دول التي تقف بوجه إيران، ومن تحت الطاولة يتم حق اتفاق جديد كما حصل في عام 2015. الكل كان يتوقع تصعيد كبير بين إدارة أوباما وإيران، لكنه توصلت إيران وأمريكا إلى اتفاق سمي بالاتفاق النووي وسمحوا لإيران بالتوسع في المنطقة. والآن نرى البوادر توحي بأن بايدن يعتمد نفس استراتيجية سلفه أو خلنا نقول رئيسه السابق أوباما في التعاطي مع الملف الإيراني، أي التصعيد الإعلامي وتصعيد اللهجة الدبلوماسية، لكنه على الأرض إطلاق يد إيران والسماح لإيران وأذرع إيران بالمنطقة باستعادة أنفاسها والتوسع من جديد، وبعدها التوصل إلى اتفاق. ويقولون لاحظوا، إيران أصبحت قوية في المنطقة والمرشد الأعلى الإيراني لا يقبل بالشروط، فنحن علينا أن نقبل بشروط إيران حتى نصل إلى اتفاق جديد ونمنع إيران من الوصول إلى القنبلة الذرية. نعم. نفس السيناريو سيعاد، يعني هو بدأ أن يعاد فعلا. تمام. لكن عندما تطالب واشنطن بوقف تخصيب اليورانيوم وطهران تريد رفع العقوبات أولا، هل تعتقد أن هذه التصريحات تضعنا أمام احتمالية اتفاق جديد قريبا؟ يعني الاتفاق هو في هناك عوائق كثيرة. أهم عائق أمام أي اتفاق بين إدارة بايدن وإيران هو الجيش الأمريكي تحديدا، لأن الجيش الأمريكي لا يريد السماح لإيران العودة إلى المنطقة من جديد وتوسع أذرعها في المنطقة، خاصة وأن الجيش الأمريكي سياسته هي الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط والتوجه إلى منطقة شرق آسيا والصين. ونظرا لهذه النقطة، يعني إذا نريد أن نستظهر ببعض المعطيات، يوم 27 يناير الماضي، يعني قبل ما يقارب 10 أيام من الآن، قام الجيش الأمريكي بمناورات جديدة بطائراته الاستراتيجية النووية B-52 في المنطقة، وقال أن هذه رسالة موجهة لإيران مرة أخرى. وكذلك قبل ما يقارب أسبوعين شهدنا هجوم إلكتروني على منظومة الرادارات العسكرية الإيرانية، الذي قالت مواقع إيرانية معارضة بأن الجيش الأمريكي قام بهذا الهجوم الإلكتروني على إيران. نرى أن هناك تضارب في تعاطي مع الملف الإيراني بين الجيش الأمريكي. نعم. وإدارة بايدن. طيب، من جهة أخرى، إدارة بايدن تريد إدراج مسألة الصواريخ الباليستية والسعودية كطرف بالاتفاق النووي، هل تعتقد أن إيران تقبل بهذه المسائل؟ يعني هي تبقى موضوع محل نقاش، أي بمعنى أن إدراج الصواريخ الإيرانية على لائحة المفاوضات أو على طاولة المفاوضات سيلزم الجانب المفاوض بإعطاء تنازلات لإيران، أي بمعنى آخر أي إدراج لهذا الملف على الطاولة يعني هناك سنشهد هناك تنازلات وامتيازات جديدة لإيران، وسيتم إن حصل توافق سيكون توافق منقوص كالتوافق النووي الذي لم يمنع إيران من أنشطتها العسكرية النووية السرية. نعم. أي بمعنى آخر أي اتفاق حول الصواريخ الإيرانية سيبقى حبرا على الورق، وإيران ستواصل برنامجها السري الصاروخي. نعم. طيب، فيما لو رفضت إيران هذه الشروط، إلى أين يمكن أن تتجه العلاقات الأمريكية الإيرانية؟
يعني إذا نريد أن نفسر علاقة إدارة بايدن مع طهران، يجب أن نرى كيفية علاقة الصين مع طهران، مع النظام الإيراني. الصين تعول بشكل كبير على إيران، وبايدن يعتبر الحليف الصين، وهو سيواصل سياسة أوباما في التعاطي مع الملف الصيني. وسياسة أوباما مع الملف الصيني معروفة، إنشاء شراكة استراتيجية عبر محيط الهادئ. وبايدن قال أنه سيذهب بهذا الاتجاه، أي التوصل إلى صفقة معينة مع الصين ترضي بكين وواشنطن. إرضاء بكين يجب أن يتم أيضا إرضاء طهران، لأنه الصين تعول بشكل كبير على مشروعها في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي وغرب آسيا على إيران. طيب، في الوقت ذاته هناك حديث عن هجوم، إمكانية هجوم صهيوني محتمل ضد أهداف في إيران، هل تعتقد أن ذلك قريب من الواقع؟ الحقيقة أنا لا أرى ذلك قريبا من الواقع، لأنه طهران وتل أبيب لديهما استراتيجية ثابتة منذ عقود، ألا وهي تصعيد إعلامي ناري في الإعلام أو من خلال الأذرع، لكنه هناك حدود مرسومة بين الدولتين لمنع أي شكل من أشكال التصادم المباشر. وأنا أرى أن إسرائيل والنظام الملالي ستلتزمان بهذه الاستراتيجية الثابتة التي اعتمدها منذ عقود وليس اليوم وأمس، ولم يطرأ إلى السطح متغير كبير الذي يسمح لأحد الطرفين أو لكلا الطرفين أن ينقضا هذه الاستراتيجية. أنا لا أرى أن ذلك سيحصل، بل سنشهد تصعيد إعلامي، لكنه لا نرى أن التصعيد سيصبح ناريا. بالمناسبة، رئيس الموساد قبل ما يقارب 10 أيام زار واشنطن، وتم الإعلان عن أن هذه الزيارة، زيارة الرئيس الموساد، كانت بهدف وضع شروط إسرائيل على طاولة بايدن لتعديل أو توصل لاتفاق جديد مع طهران، أي بمعنى أن إسرائيل تفاوض طهران من خلال بايدن. نعم، شكرا لك الأستاذ محمد المذحجي المتخصص في الشأن الإيراني.